خلينا نحكي بشكل أو بشي تاني. يمكن اعتذرتي عن أعمال سورية هالسنة، قيل إنه مسافة أمان صح؟ لا ما نعرض علي، ولا ما نعرضوا علي. فينا نسمي شو اعتذرتي عن شو؟ اعتذرت عن أعمال ما عاد أتذكر أسمها، تذكرت يعني بعض الأعمال والله ما بتذكر. تابعتي أنا الأعمال اللي بعتذر عنها ما بتذكرها. تابعتي السنة الموسم الحافل كان سمعت عن الأعمال الحقيقة لسه ما صار لي شوفهم، بس أكيد أكيد مسافة أمان كان حلو، دقيقة صمت كان حلو، شفتهم على السوشيال ميديا. الممثلين عباقرة، الإضاءة، الإخراج، التصوير كله كان حلو، عجبني. لاحظنا السنة كان في كمان موجة من الأعمال المشتركة، لقي استهجان البعض من الفنانين اللي شافوا فيه إنه نحن منجيب الفنان اللبناني بندفع له اللي بده إياه على حساب الممثل السوري اللي صار بيرضى بالقليل. شو تعليقك على ما سمي بالأعمال المشتركة؟ نحن بعنا حالنا حبيبي، السوريين باعوا حالهم. أي لبنان، برافو على لبنان، لبنان ذكية، لبنان صنعت دراما لأنه تنتمي لهالبلد. قصدك الفنانين جابت السورية. السوري جابت السوري أوكي، وصنعت من خلاله دراما لبنانية، هي حقيقة ما فينا ننكرها. وحتى الصباح قال بلقاء من اللقاءات وتحية لقاله لأنه قال هذا الشيء، قال السوريين لهم فضل واستعانوا بالسوريين لحتى يعملوا توازن ودراما حلوة جميلة، أنا مبسوطة فيها للدراما. بس حلو كمان نعمل نبني، نرجع نبني كلياتنا، كل واحد بده يبني، كل واحد لازم ينتمي لبلده بالأخير. أوكي أنا مع الدراما العربية المشتركة، وأول من نادى للدراما العربية المشتركة، ولكن بالأخير في هوية. هلأ إذا سألوني الناس إيه وينك أنت من سوريا، أوكي لينعرض علي عمل قدير، عمل مهم، عمل أنا أقدر أقول فيه هاي أنا سوزان نجم الدين موجودة بهذا العمل، وشوفوا أدائي وشوفوا رسالتي من خلال هذا العمل، تعوا حاسبوني إذا رفضت. من يوم شوق لليوم ما نعرض عليك شيء عليه القيمة؟ من يوم شوق لهلا، مع انه شوق كسر الدنيا وروز كسر الدنيا 100%، ما نعرض شيء بمستوى اللي انا بدي اياه. لا شو اللي بدك اياه؟ شو اللي بدي اياه؟ يعني بعد نهايه رجل شجاع، بعد اخذت كل اعمالي، هل عندي عمل فاشل انا؟ أبدا. اللي انت قل انا صدقا ما بعرف هذا اسمه موضوعيه تحيز ما لا بعرف لا مو تحيز، لا حقيقه انا بتحدى شهادتي فيك مجروحه. لا انا بتحدى حدا يجيب لي عمل فاشل لي، ما عندي عمل فاشل، ما عندي دور فاشل، لانه انا بنتقي بحذر وبنتقي بعناية وبمسؤولية، ولأنه أنا مسؤولة من الناس اللي حبوني واللي وثقوا فيني، أنا مسؤولة قدامهم، مسؤولة قدام عيلتي، قدام أولادي، قدام نفسي، قدام أمي وأبي الله يرحمه، قدام اسم العيلة وقدام اسم سوريا، أنا مسؤولة. فأنا ما برضى بشي. وعلى فكرة كل شيء اشتغلته بحياتي أدي أعمال مهمة، واحد بالألف من اللي بدي إياه، بس هذا المستوى وهيدا السقف، شو أعمل؟ يا أما بوقف يا أما بدي كمل ضمن الموجود. هذا الموجود؟ إيه. هل في شيء أعلى من هذا؟ ما في. يعني شفنا أعمال 2019-2018 نفخر فيها. إيه؟ أعمال سورية. إيه؟ معقول ما كان لازم تشوف سوزان فيهم؟ إيه سألهم للمنتجي. استبعدتي؟ ما بعرف، سألهم ما بعرف، I don't know. بس ما كان اسم دور نمبر عادي. ون اسم لأ لك شغلة، أنا اسم نمبر ون يعني. أكيد. إيه؟ طبعا الحمد لله. أنا في منتجين شافوني اثنين بهاي المرحلة قالوا لي وينك مسافرة، كل ما منطلبك بيقولولنا مسافرة، كل ما منطلبك بيقولولنا غالية، كل ما منطلبك بيقولولنا مانك هون ما بتجي. طب أوكي مين عم يقول؟ الفنانين أو مدير إنتاج أو كذا، بيكون له مصلحة مع حدا غيري. طب في اسمه نقابة، في مرجعية. نقابة شو؟ نقابة فنانين. أنا عفوا؟ في نقابة فنانين. مين قال لك في نقابة فنانين بسوريا؟ مليكة موجودة نقابة. لا لا. في نقيب فنانين تحية له أستاذ زهير رمضان. تحية لإله. إيه. بس وين نقابة الفنانين؟ حبيبي نقابة الفنانين بتكون نقابة لما بتكون عاطي حقوق للفنان، لما بتكون عم تحمي الفنان، لما بتكون لما بيكون ما بعرف، أنا ما بعرف شو عم تعمل النقابة، ما بعرف شو عم تعمل النقابة، عملت شيء؟ أنتوا بتعرفوا أكثر. لا أنا ما بعرف. شخصياً أنا ما بعرف. لا ما أنا نقابتي. ما بتدفعي اشتراكات؟ انا ماني، انا نقابه، انا نقابه مهندسين، انا نقابه. نقابه المهندسين. ما انتسبتي؟ ليش ما نقلتي؟ عم تشتغلي فناني هلا؟ انا فناني هاوية وما زلت هاوية وسأبقى هاوية طول عمري. هذا تواضع. انا مهندسه وانسانه وفنانه، اقدم لبلدي بدون حسابات. يعني مو لاني عضوه بالنقابه او ماني عضو بالنقابه لازم اكون فناني او لا.
ونجت أنزور باسمه الكبير مانو نقابي، حاتم علي باسمه الكبير مانو نقابي، كتير من الفنانين المعروفين واللي عملوا واللي قدموا عطاءات كتير كبيرة واللي إلهم تاريخ مشرف مانو النقابيين. طب ممكن يقول نقيب أنه لأنه مانك مانك بالنقابي ممكن لهيك ما عم تشوف ما عندي مشكلة شو نشاطاتهم شو عم يشتغل. ما عندي مشكلة، لا لا والله روح جيب لي النقابيين خلوني يحكوا لنا دخيلك شو عم يشتغلوا.